ده أحد مخزنات المياه في نفس القرية أو نفس المدينة الصغيرة اللي هي جرعل اللي عايز يصلح، وده أحد 100 خزان المسلم إيتس صلحت منهم حوالي 20، لكن ما زال في 80. تكلفة التصليح تتراوح ما بين 6000 دولار للخزان الصغير إلى 10000 دولار للخزان الكبير. طبعا هنا الخزان لما يكون فيه المية دي كلها وما يكونش متغطي ومحمي من الخارج، بتموت فيه حيوانات تقع تغرق فيه، أو بيموت فيه بعض الأطفال ماتوا هنا هو لأنهم سقطوا في المية وما استطاعوش أنهم يعوموا أو يخرجوا، والتصقوا بالطمي اللي موجود في قاع الخزان وماتوا. وفي كذلك المياه دي لما تبقى مش متغطية وتبقى راكدة زي مياه المستنقعات بتؤدي إلى حدوث الأمراض التي قد تحدث بعد كده، أمراض وبائية فيما بعد زي الكوليرا والإسهال والحاجات دي كلها. فأرجوكم أرجوكم أرجوكم هنا وفي كل مكان أن احنا نكون عندنا القدرة على إصلاح مثل هذه الخزانات لكي نستطيع أن نحمي مستقبل الأطفال في مثل هذه المنطقة. ورانا هناك في بعيد جدا برضك مملكتين أخرى من ممالك النمل، وحتى لو احنا شفنا بعض النمل الصغير اللي ماشي قدامنا هنا وقارنا بين حجم النمل الصغير ده اللي بيبني المملكة الكبيرة دي كلها، نقول سبحان الله وعظمة الله في خلقه وفي قدرته على بناء مثل هذه الممالك الكبيرة اللي فيها كل شيء يحتاجه النمل، وكل شيء يحمي النمل، وكل شيء يجعل النمل يعيش في مجتمع مستقر متعاون مع بعض البعض، كل واحد فيهم عنده وصف وظيفي مخصص للحماية الأمنية، للحماية العسكرية، للتطبيب، للطعام، للإرضاع، لبناء أجيال النمل في المستقبل، للحماية الملكة إلى آخره إلى آخره إلى آخره. هكذا الطبيعة وهكذا خالق الطبيعة سبحانه وتعالى يعطينا درسا بأن نتفقد كيف تعيش مثل هذه المجتمعات القوية الصغيرة متماسكة، ونحن أيها البشر أيها الأخوات والإخوة نعيش متناحرين متقاتلين متقاتمين مشردين أنفسنا مشردين بعضنا البعض مهجرين بعضنا البعض متقاتلين على جزء بسيط جدا من الكرة الأرضية، وربنا سبحانه وتعالى حيورثنا جنة عرضها السماوات والأرض. أما النمل فلا يتقاتل مع بعضه البعض بل يحمي بعضه البعض ليبني مجتمع متماسك قوي هو والنحل وخلافه من الحيوانات الأخرى اللي احنا نعرفها أو الحشرات الأخرى أو الطيور إلى آخره. وأشكركم، والتحدي هنا زي ما أنا قلت قبل كده، والتحدي هنا والأمل فيكم الأمل فيكم الأمل فيكم لكي يكون نصبح كمملكة النمل اللي احنا بنتكلم عليها في الخلف دي، ولا نصبح كالممالك التي تحدثنا عنها وكل من مملوك من في هذه الممالك. الملك ده أصبح دلوقتي مملوك، أصبح عبد، والأمراء أصبحوا عبيد للدنيا. كل ملك أو مملوك في هذه الممالك أصبح عبدا لكرسيه وليس عبدا لربه. ونتمنى أن نراكم هنا لكي تبنوا مثل هذه المجتمعات وتختبروا قدراتكم وقوتكم ومعلوماتكم اختبار قوي، وتحملكم على بناء مثل هذه المجتمعات والعيش في هذه الحياة هنا لكي تحولوا حياة هؤلاء الناس إلى السعادة وإلى السلام إلى آخر. والأخيرا وليس بآخر، المنطقة هنا أمنة جدا جدا جدا، كل الجماعات المتطرفة اللي هنا هزمت وطردت وخرجت من هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جرعل الآمنة أمام الخزان المية الذي يحتاج إلى رعاية وبناء مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.